المحليين والمغرب هتنظمها. والمغرب الصاروخ الصاعد القادم على فكرة في كل ما يخص الاتحاد الافريقي، وحط تحت كل ما يخص الاتحاد الافريقي حط تحتها 1000 سطر، وافتكروا الكلمة دي، وافتكروا التاريخ بتاع النهاردة، وافتكروا ان انا قلت الكلام ده في المكان ده. في كل ما يخص الاتحاد الافريقي المغرب هو الصاروخ الصاعد. احسبوها بقى براحتكم الفترة اللي جاية. ادي اهداف المغرب. بصوا حضرتك الجمهور كان قليل جدا، بس ناس مهتمين وناس مركزين وناس عايزين وناس يعني عارفين يعني ايه البطولة دي، وناس من البداية هيرفي رينار المدرب موجود، الناس كلها موجودة حاسين بقيمة هذه البطولة والتصفيات. احنا كنا كافين خيرنا شرنا وطالعين برا. خلي بال حضراتكم ما عدا مدحت